القهوة هي واحدة من المشروبات الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر مصدراً للطاقة والانتعاش للكثيرين. وإلى جانب النكهات الرائعة التي تقدمها، تحمل القهوة العديد من الفوائد الصحية التي يستمتع بها الأشخاص المعتدلين في استهلاكها. إليك بعض فوائد القهوة: زيادة الطاقة والانتعاش. يعزز استهلاك القهوة مستويات الانتباه واليقظة بفضل محتواها من الكافيين. يمكن أن تساعدك القهوة في الشعور بالنشاط والانتعاش وزيادة تركيزك والقدرة على الأداء البدني. تحسين الوضوح العقلي. القهوة قد تساهم في تحسين الوظائف العقلية مثل التركيز والذاكرة والانتباه. قد تعزز القهوة أيضاً الحالة المزاجية والتركيز العقلي. مصدر للمضادات الأكسدة. القهوة تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم وتقليل التأثيرات الضارة للتأكسد. تعزيز الأداء الرياضي. قد تساعد القهوة في زيادة قدرة الجسم على الأداء البدني وتحسين الأداء الرياضي، فهي تعمل على زيادة تحرير الدهون من الخلايا الدهنية وتحسين استخدام العضلات للوقود. الوقاية من بعض الأمراض. هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن القهوة قد تكون لها فوائد صحية في الوقاية من بعض الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد والسكري منه.